لفضخناها بدك، لم نرمك الإصلاحات ولم تعد تجدي إصلاحاتك الآن. خلاص المركب فاتك، المركب فاتك. أنت طعنت في الأحرار وفي كرامتهم وفي ثورتهم. اسقط الجولاني حمي للأسد، ما في للأبد ما في للأبد. اسقط الجولاني. طالب صرنا 4 سنين بنقول لهم افتحوا الجبهات، سلموا بلادنا بشربت مي، اولاد استشهدوا كلها هنيك، هي اولادنا ما يولادوا هو. هلا من طالب اسقاطه، اسقاط الجولاني واستبدال قياده المحرر بقياده صالحه تاكل هم الناس هاي، وتحاول تحرير وتبدا بتحرير الارض، تحرير الاراضي اللي راحت منا. نحن بثوره واليوم كلياتنا هودي اللي تشوفها نسوار 2011. نحن قمنا ضد الاسد، قمنا ضد الاسد مو لحتى يحكمنا انسان يكتم انفاسنا كمان. خلص ثوره حريه وكرامه مستمره لتحقيق اهدافها، تحرير سوريا كافي من اقصاها لاقصاها. الشعب يريد تغيير السجون، الشعب يريد تغيير السجون. قامت الثوره من اجل مكافحه الفساد، من اجل القضاء على المحسوبيات، من اجل القضاء على الواسطات، من اجل القضاء على الرشوه، من اجل القضاء على الحكم الامني العسكري، من اجل القضاء على نظام الحزب الواحد، من اجل مشاركه المجتمع، من اجل الحريه والكرامه. الان بعد تقديم اكثر من 1,000,000 شهيد وعشرات والاف المعتقلين وتدمير سوريا بشكل كامل، نعود إلى نفس السلوك وممارسات النظام. نحن نطالب بالحرية والكرامة، لا نريد كهرباء ولا نريد ماء ولا نريد دوارات. قبل الثورة كان راتبي كانت من 100 دولار، كان في عندنا كهرباء وكان في عندنا ماء وكان في عندنا مازوت، ولكن قمنا بالثورة من أجل الحرية ومن أجل الكرامة. نحن نريد الحرية والكرامة فقط. الشعب يريد إسقاط الجولاني.